نتابع بموضوع الـ Diagnostic Test. توقفنا بالمرة الأخيرة عند الـ D-dimer، حكينا عن الـ D-dimer ودوره بتشخيص الصمة الرئوية، وقلنا أنه الـ D-dimer لما بيكون سلبي بينفي وجود الصمة الرئوية إلا إذا كان في عندك احتمال عالي للإصابة منذ البدء. النيجاتيف بريدكتيف فاليو تبع دي دايمر عالية كتير، لكنه ما بتطبق على جميع الحالات. لما بيكون في عندي احتمال عالي للإصابة بريتست بروبابيليتي عالية، ما بعود بقدر بعتمد على النيجاتيف بريدكتيف فاليو نفسها. هذا الشيء بيخليني أنا ألجأ لطرق تانية لتقييم الاختبارات ما بتتعلق بالبريتست بروبابيليتي. في شغلة بنسميها اللايكليهود ريشيو، في بوزيتيف لايكليهود ريشيو والنيجاتيف لايكليهود ريشيو. البوزيتيف لايكليهود ريشيو احتمال انه الاختبار يطلع ايجابي عند الاشخاص المصابين فعلا، تقسيم احتمال انه يطلع الاختبار ايجابي عند الاشخاص غير المصابين، بمعنى اخر الايجابية الحقيقية على الايجابية الكاذبة. يفترض تكون رقم عالي طبعا، لانه الايجابية الحقيقية دائما اعلى من الايجابية الكاذبة. فبشوية معادلات احصائية لو كتبتوها على الورق حيطلع معكم انه البوزيتيف لايكليهود ريشيو حيطلع معادل للحساسية sensitivity تقسيم 1 - النوعية 1 - specificity. هذا بيعطينا رقم، هذا الرقم بيتراوح من 1 الى ان يشاء الى ما يشاء الله، اعلى من 1 بكثير. لما بيكون 1 معناته هذا الاختبار ما له اي قيمة، كل ما زاد عن الواحد كل ما كان بيقدر يفصل هذا الاختبار بين الحالات الإيجابية فعلا عن الحالات غير المصابة. لحتى يكون الاختبار له قيمة فعلا نقدر نعتمد عليه، لازم يكون البوزيتيف لايكليهود ريشيو أعلى من 10. قريب من الواحد ما له أي قيمة إلنا، 5-6 تقريبا ينظر فيه، بس مثل ما قلنا لحتى يكون له قيمة واعتبار هو بده يكون حوالي أكثر من 10. المقابل له هو النيجاتيف لايكليهود ريشيو، احتمال انه الشخص المصاب يطلع سلبي على احتمال انه الشخص السليم يطلع سلبي، بمعنى اخر السلبيه الكاذبه على السلبيه الحقيقيه. هذا هو النيجاتيف لايكليهود ريشيو، تعادل 1 - الحساسيه تقسيم النوعية. لو حسبناها بمعادلات رياضية بسيطة حتطلع معك 1 - الحساسية تقسيم النوعية. هذا الرقم راح يكون أقل من 1، لأنه هو مثل ما أن الحساسية السلبية الكاذبة على السلبية الحقيقية. فإذا كان قريب من 1 فالاختبار ما له أي قيمة، ما بيفرق أبدا بين الحالات. إذا كان الاختبار كل ما نزل عن 1 أعطاني كسر 20 حوالي 0.1، يعني 1 على 10، فبيكون هذا الاختبار فعلا قادر على انه ينفي الحالات، بيكون سلبيته بيقدر ينفي الحالات اذا كان سلبي. فهذا هو باختصار البوزيتيف لايكليهود ريشيو والنيجاتيف لايكليهود ريشيو. مثل ما ان هذول الاختبارين لما بنعطيهم لاختبار معين، يعني بنقول الاختبار الفلاني البوزيتيف لايكليهود ريشيو تبعه 15 مثلا، فهذا الاختبار قادر انه يشخص الحالات، قادر يعمل مجرد كان ايجابي معناته الحاله فعلا ايجابيه. اذا كان النيجاتيف لايكليهود ريشيو لاختبار معين اقل من 0.1، يعني بدنا نقول مثلا 0.05 0.06 اقل من 10%، فهذا الاختبار لما بيكون سلبي بيقدر ينفي المرض اللي عم نحكي عنه. هذا هو باختصار البوزيتيف لايكليهود ريشيو والنيجاتيف لايكليهود ريشيو. بننتقل لفكره جديده ROC بالمقطع القادم، ان شاء الله بنحاول نشرحها بشكل مبسط لننتقل بعدها لافكار جديده. السلام عليكم.